مقعد الميزان السياسي، صمم خصيصا للشجعان الذين لا يخافون على أنفسهم من كشف المستور، من كشف التجاوزات الخاصة بالممارسات السياسية، بل يذهبون إلى نقد الذات بكامل الثقة. الحرية والتغيير المجلس المركزي أو حاضنة حكومة الثورة، ما هي أبرز الأخطاء التي ارتكبتها؟ ولماذا يعتقد البعض أن جزءا من قادتها أصبحوا مرفوضين من قبل الشارع؟ وماذا قدمت في الملفات المطلبية الرئيسة مثل حقوق الشهداء والجرحى، بل حتى الحريات المتعلقة بالتعبير والتظاهر السلمي في عهدهم؟ وإلى ماذا تحتاج قحط هذا الجسم الذي وصفه الحزب الشيوعي السوداني بأن الحراك قد تجاوزه تماماً؟ ما هو الشيء المطلوب لتسهم في النهوض بجسدها ومن ثم بالوطن المنهك من طول المسير بلا وجهة؟ مساء الخير، كل عام وأنتم بألف خير وألف صحة وألف عافية. لازلنا في الميزان، هذا البرنامج الذي يستضيف قوى الثورة السياسية السودانية وكذلك العسكريين والإسلاميين. بالإجمال هي جميع القوى السياسية السودانية موجودة هنا فقط لنطرح أسئلة الشارع بذات سخونتها وبساطتها. معنا في هذه الحلقة الأستاذ جعفر حسن، مرحب بك وكل سنة وانت طيب، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير. بنتمنى لك إن شاء الله عيد سعيد. طيب، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الشعب السوداني. يا ربي يكون الناس بخير وعافية وأحلام محققة على المستوى الخاص والعام، وإعادة مسار ثورة لوضعها اللي يسمح بتحقيق أحلامه. حننتقل مباشرة إلى فقرة أقر وأعترف. أقر وأعترف. في أقر وأعترف يا أستاذ جعفر، الشخصية السودانية شوية شخصية عصية على النقد الذاتي، دائما بيكون عندنا مقدرة قوية جدا على أنه يكون عندنا شماعة نركب فيها أخطاءنا على الآخرين، والله حصل كذا والله فلان السبب في كذا. فالآن في شفافية كاملة، في ماذا أخطأت قوى الحرية والتغيير طوال فترة الحكم قبل يوم 25 أكتوبر؟ هو ده طبعا زي ما قلت مرتبط بتركيبة الشخصية السودانية، خلينا نقول بتركيبة المجتمعات الزراعية الرعوية في العالم كله. يعني هي مجتمعات أبوية، الأب الذي لا يخطئ ولا يصوب ولا يقوم، فده بينعكس تلقائيا في مواعين الثقافة المتاحة في أي بلد. خلينا نخصص هنا قوى إعلان الحرية والتغيير. هي القوة دي ظلت 30 سنة معارضة للإنغاز، بعيدة عن السلطة، بعيدة عن إدارة ملفات الدولة. بالتأكيد ده كان له دور كبير وانعكاس كبير جدا على أدائها لما جاءت السلطة، لأنه قطعا عمل المعارضة ما زي عمل إدارة الدولة. واحد من العيوب الكبيرة، خليني ألخصها في نقطة، لم تنتقل بسهولة وسلاسة من مربع المعارضة إلى مربع رجال الدولة، وده يمكن الموضوع الأساسي، ده عنوان كبير ممكن يكون في داخله تفاصيل كثير. لذلك لزمن طويل كانت تلعب الدورين في وقت واحد، في ازدواجية كانت في أداء الحرية والتغيير نتيجة للتطبع اللي حصل لها خلال 30 سنة ما قدرت تتخلص منه بسهولة. أستاذ جعفر، يمكن من أبرز الناس اللي قدموا برضو نقد للتجربة الأستاذ والباشمهندس خالد عمر، تحدث إنه قوى الحرية والتغيير كانت أقرب للاستئثار بالسلطة من الحفاظ على الحكومة المدنية. هل استخدمت بعض قوى الحرية والتغيير الشارع الثوري كمطية من أجل الوصول إلى الحكم فقط؟ هو أولا أنا داير أقول إنه هو الكلام ده قاله الباشمهندس خالد في ندوة شنبات الشهيرة، وده كان طبعا الندوة دي بتاعت الحرية والتغيير، وده كان موقف الحرية والتغيير مجتمع بالمناسبة. النقد اللي تقدم في الندوة دي ده كان نقد تم له الإعداد أصلا في أضابير الحرية والتغيير، وبدت هي تراجع في الأخطاء، لأنه يا جماعة نحن إذا ما راجعنا أخطائنا وقومناها ما بنقدر نمشي ليه قدام. دي حقيقة أولى. الحقيقة الثانية، الأحزاب السياسية أصلا صنعت والغرض منها في أنها تحكم،
الوضع ما طبيعي انه الاحزاب ما تحكم، يحكموا ناس ثانيين غير الاحزاب. طيب ففي الطبيعه دي بس بيبقى انك انت تحكم كيف بياتوا اليه بياتوا كيفيه الكابينه تكون قاعد فيها بيات وضعيه. ده الموضوع المحتاج كان لنقاش حقيقي، وانا زي ما قلت لك الناس انتقلت بسرعه، يعني قلبت الصفحه بسرعه من معارضه مطلقه. يعني كان البيت ما تسقط بس، لكن ما جاء بعد تسقط بس، كان يحتاج الى مشروع اعمق. المشروع ما كان واضح المعالم، لانه المشروع ده نفسه بعد ما اتكتب اللي هو المشروع اللي سمي اعلان الحريه والتغيير نفسه، لما جينا للدوله لقينا فيه حاجات كثيره ما ممكن تتعمل، وفيه حاجات كثيره غابت عن عن وعينا وعن ذهننا وعن طريقه تفكيرنا، فدي حقيقة يعني. نعم. طيب يا أستاذ جحفر، يعني آراء الشارع السوداني قد يتحدث إنه كانت في أشياء مبدئية وأولية يمكن القيام بها، يعني عند تعيين مثلا رئيس وزراء لماذا لا تتم مخاطبة جميع المستشفيات جميع المشارح بحصر القتلى بحصر الشهداء بحصر الجرحى بعلاجهم؟ هذا الأمر كان فيه يعني أنسن للثورة ورد جميل للثوار وللشهداء، لم يحدث. ما بقول لم يحدث على إطلاقه، لأنه أنا كنت أعلم جزء كبير من الملف ده. أول حاجة ملف الشهداء والجرحى ده ملف غير أنه إنساني، هو ملف أخلاقي بالمقام الأول يعني، والأخلاقية فيه بتجي في أنهم ديل الناس الضحوا التضحية الرئيسية من أجل يحدث التغيير العظيم ده. الملف ده شائك جدا، فيه ناس كتار جدا من الجرحى بالذات والمصابين كان بيتم من زمن لآخر عبر لجنة أطباء السودان المركزية، عبر بعض الجهات الخيرية، عبر بعضه حتى مجلس الوزراء كان حتى عنده ملف وعنده مسؤول يعني، فاجتهدوا في إنهم يقدروا يغطوا بعض التكاليف. في عدد كبير جدا طلع يتعالج برا البلد. قريب ليلة 25 أكتوبر كانت هنالك اعتصامات بالقرب من مجلس الوزراء، يعني حتى يعني لو كانوا من الأموال الخاصة كان يمكن حل هذه المشكلة، يعني ده أصيب وهذه هي القوة الحقيقية التي أتت بك وأنت موجود داخل المجلس وديل واقفين في الخارج. وبصراحة شديدة يا أستاذ جعفر بيكون الخطاب في كل مرة الرحمة لشهداء ثورة ديسمبر والشفاء للجرحى، يعني كلام هل هو استهلاكي أم حقيقي بالنظر إلى الواقع؟ هي مبدئية الثورة في قضاياها دي ذات اللي هي قضية الحرية والسلام والعدالة اللي هو الشعار الثلاثي ده، نحن بنقول إنه ذاته هي التجربة دي كان عمرها كم، المشاكل الواجهات شنو، وده ما بيعني إنه الناس في حاجات ما تباطأت فيها. حتى الملف ده ذاته فيه قصور يعني، لكن ما بقول ما كان موجود يعني، أنا عندي رأي آخر، عندي معلومات كافية إنه الملف ده كان فيه عمل كبير تم، لكن برضو كان ممكن يتم بشكل أفضل، ده حقيقة. برضو الدولة دي كانت كلها بنسبة 100% يدير المؤتمر الوطني، فلما تم سحب المؤتمر الوطني من المشهد الناس الجو الآخرين عشان يديروا الدولة ديل كان العبء ثقيل جدا، دولة منهكة في كل الجوانب، في عدو قوي جدا متربص بهم داخلي يمثل في الحركة الإسلامية بكل مكونات المعروفة وحركتها، في عدو خارجي متربص بعض دول المحور، دي خلقت نوع من الضغط حتى على رئيس الوزراء وعلى ناس اللي بيشتغلوا معاه. انا والله معاك في كل الكلام، لكن ده كله انا داير اختم بس الحته دي، لكن ده كله ما بدي تبرير، لانه انا متاكد انه الملفات دي بالذات ملف الجرحى وملف الشهداء ده كان ممكن يتم فيه معالجات حقيقيه افضل من دي، لكن قطعا ما بترقى لمستوى تخوين الناس الماسكين انه انخونوا وباعوا الدم وكده، يعني ما بيرقى الموضوع ده للمستوى ده، لكن يرقى لانه فيه تقصير كان ممكن يكون في وضع احسن منه. حنتابع مع بعض فقره سوشيال ميديا. سوشيال ميديا. كنت ذكرت جزئية قبل شوية عن فضل الاعتصام. عندي جسمانين من ساحة الاعتصام جابوهم التقطوهم من ساحة الاعتصام. اثنين للاسم للبناء اسم محمد علي القصص. ديل من ساحة الاعتصام. أنا حددت أنا خلاص أنا حصلي أنا حصلي انتهى. أنا جاتني مكالمة تليفونية على اليمين. طيب أنت ما عشان تأمن روحي. أمن روحي بأنك أنت توزعي علي مالي أنا نجيب. سوشيال ميديا. تعفن الجثث وجثث الشهداء
النائب سعادة الحبر تحدث إنه والله هذه الجثث المتعفنة لا علاقة لها بشهداء الاعتصام القيادة العامة، وهذه هي الطبيبة المسؤولة في المستشفى الأكاديمي تتحدث مباشرة إنه في شهيد وشهيدة جابوها لها من ميدان الاعتصام. هذا الأمر في حد ذاته يعني فيه، أنت قبل قلت ما قدرت تقول كلمة خيانة، لكن أحيانا الفساد ده ما إلا أنت تسرق، حتى أنت ممكن ما تدير المال العام إدارة جيدة. فتعفن جثث الشهداء يعني ما بتكون وصمة تاريخية في جبين الحرية والتغيير إذا أردنا أن نكون في مكاشفة صادقة؟ هو خلينا نقول عموما الجثث حتى لو مش بتاعت بني آدمين، يعني حتى لو بتاعت كائنات أخرى، إنها تهمل فقط. حتى لو نحن جينا في باب الإهمال دي جريمة كبيرة، فخليك منه الموضوع يتحول لأنهم دي البني آدمين وإنهم ممكن يكونوا برضو جزء منهم شهداء. أنا ما عارف لأنه ده ملف أنا لا أستطيع أن أتحدث فيه بالتفصيل لأنه ما عندي عنه التفاصيل الدقيقة، لكن خلينا نعتمد حتى الكلام اللي أنا سمعته في التقرير ده ونعتبره هو حقيقي. في كل الأحوال هي الدولة دي لحد ما تم انقلاب 25 أكتوبر لحد الآن المؤسسات دي قاعد فيها الفساد وقاعد في مستويات مختلفة. حرية وتغيير كانت قاعدة وين؟ كان قاعدة في الكابينة اللي هي المستوى الأول، لكن لا زالت إدارة المستشفيات فيها الكيزان قاعدين بشكل كبير، النظام البائد قاعد بشكل كبير، لا زالت مستويات كثيرة جدا. أنا لحد الآن يعني أنا ما عارف العمل الحاجة دي منه عشان أقول هو العمل الجماعي بصراحة، بس هو ده. بس بيبقى الكلام وين؟ إنه نحن لحد الآن دايرين نعرف الحصل شنو بالذات في موضوع مستشفى مشرحة التميز، يعني هي دي لأنها كانت حادثة غريبة. الحادثة دي بغض النظر عن إنه ديل منه، الموضوع ده مسؤولية أخلاقية ومسؤولية إدارية، ما في زول معفي منها على الإطلاق على أي مستوى، من وزير الصحة لحد آخر زول قاعد في المشرحة دي لو الغفير بتاع الباب بتاع المشرحة دي، كلهم مستوى المستويات المسؤولية تتفاوت المسؤولية من زول لزول. لكن قطعا هذا الوضع حاجة سيئة جدا، حاجة لا تليق حتى بإنسانية الإنسان، خليك من إنه يكون العمل منه ولا عمله كيف ولا كده، ده كلام أصلا مرفوض بغض النظر عن إنهم ديل. وكمان لو بيقوا شهادة تبقى لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هي المتحدثة هي تقريبا مديرة المستشفى الأكاديمي تتحدث عن إنه في شهيد وشهيدة. عموما ممكن طبعا نتابع ممكن معا ممكن فقرة ممكن للأسف نتابع معا فقرة سوشيال ميديا. سوشيال ميديا سوشيال ميديا. هل هذه الأخطاء المتراكمة التي ارتكبتها قوى الحرية والتغيير بين قوسين قد يكون جزء كبير منها من غير قصد ولكن لا يعفيها عن المسؤولية؟ هل هذا الأمر هو الذي أدى لرفض الشارع لها حتى بعد خروج قادتها من المحتقل؟ ندوة شنبات مثال. أنا طبعا عندي رأي مختلف. أول حاجة قصة رفض الشارع لهذه الأحزاب المكونة للحرية والتغيير، هي قاعدة في الشارع وقاعدة في كل اللجان وقاعدة في كل حتة وقاعدة في كل مربع. ده الشعب السوداني ده شعب بطبيعته سياسي، أي في ناس كتار جدا ما عندهم أحزاب دي حقيقة، لكن برضو في ناس كتار جدا في السودان ده حزبيين وقاعدين وشغالين. الحديث عن كوادر الصف الأول. أيوة أنا بس عايز أمشي معك في الحاجة دي. ندوة شنبات دي بالذات أنا عايز أتكلم عنها بوضوح. الشارع ما رفض ندوة شنبات، ندوة شنبات دي تم فضها بالبومبان. طيب بيبقى في أسئلة هنا منطقية، هل الشارع عنده بومبان؟ نعم جزء من الشارع عنده بومبان أبداً. وحتى هنالك مجموعات بعينها تمتلك البومبان. خليني أتكلم عن الحاجة دي بوضوح شديد وعلى مسؤوليتي. البومبان ده واحدة من أدوات الدولة. بيبقى السؤال الأساسي من وين للناس ديل بالبومبان؟ دي مسألة الفوضى هنا. واحد لما فوضى ده أنا بفتكر إن البومبان ده سلم لجهات عشان تستخدمه، ده أنا بالنسبة لي قولا واحد. طيب يا أستاذ جعفر لو سمحت لي بمداخلة بسيطة، الكثير من الكوادر منهم أستاذ إبراهيم الشيخ منهم أستاذ ياسر عرمان تم طردهم مباشرة من المواكب ممكن. والهتاف ضدهم، ده بيعني إنه الحالة دي جمعية وفردية. ممكن نمشي شوية شوية، نحن خلينا نوصف التوصيف الدقيق للحالة دي عشان نقدر نخرج بتوصيف حقيقي للحالة. هو اللي بيحصل شنو؟ بيجي زول يمشي في أي حتة بيقوموا نفرين يهتفوا في وشه والثالث بصور، يقوم بيقول لك الشارع رفض فلان والشارع طرد فلان وكده.
دي نحن بالنسبة لنا هسه حتى لو جبت انت اللقطات ده ما رأي جمع، بيكونوا أربعة خمسة بيعملوا الحاجة دي. ودي احنا بالنسبة لنا بس السؤال الأساسي من المستفيد؟ ما انت عشان تحلل أي حدث سياسي بترجع تقول مستفيد منه. أنا بالنسبة لي المستفيدين الانقلابيين هم المستفيد الأول من غياب القوى السياسية من الشارع. أيضا هنالك سؤال، من هي الأسباب أو ما هي الأسباب؟ الأسباب فيها جزء موضوعي جدا في خطاب شعبه وماشي في البلد، إنه الحصل ده كله عملت الحرية والتغيير. يعني الحرية والتغيير أسي فينا ذاته فاهمين إنه الانقلاب ده عملت الحرية والتغيير، اللي هي الحرية والتغيير في السجن هي عملت انقلاب على روحها. الخطاب وصل المرحلة دي من التجيش، شغاله شركات خارجية وداخلية وشغاله المكون ده ذاته العمل الانقلاب ده. طيب يبقى الفكرة شنو؟ إنه أي عمل بتاع على الشارع محتاج لقيادة سياسية، لأنك أنت ما بتشتغل في الشارع بس، بتشتغل على ثلاثة أربعة مستويات لإسقاط أي دكتاتور، ما بتشتغل فقط على المظاهرات. في عمل بتشتغله لجان المقاومة نفتكر إنهم شغالين شغل ممتاز ومحترم وكبير ومقدر. في عمل تاني بيشتغلوا سياسيين، في دوائر تانية بيشتغلوا فيها السياسيين عندها علاقة بتكفيل مفاتيح معينة كان داخلية كان خارجية على العمل. أصلا أي انقلاب أنت عشان تضحضه لازم يكون في قيادة معروفة وموحدة، برضو دي حاجات أساسية في علم السياسة. عمر بشير ده سقط لما تم التوحيد ده. طيب أسع محاولة إنه فصل القوى السياسية وتخوينها وطردها وإبعادها من المشهد، ده بيصب في مصلحة من؟ لما نحن نكتشف إنها بتصب في مصلحة الانقلاب نحن بنقول بشكل أو بآخر مثل هكذا سلوك هو يدعم الانقلاب، ومثل هكذا سلوك إنه ربما وراه أفراد. الشارع ده لما تقول لي الشارع، الشارع ده فيه ناس كتار، فيه ناس مع الانقلاب، فيه ناس ضد الانقلاب، فيه ده بيشتغلوه ناس معينين عندهم مصلحة في استمرار الوضع الحالي ده اللي هو تشرذم القوى المدنية. لذلك لما يقول لي الشارع طرد أقول له أبدا الكلام ده ما صحيح، لأنه ديل الناس المقاومين الحقيقيين. إبراهيم الشيخ ده ذاته كان ياسر عرمان كان غيره كان غيره نزل مكانه مع في السلطة، كان ممكن يستمروا إلى الأبد إذا هم فعلا ناس مع التحول المدني الديمقراطي، كان ممكن تحصل التسوية مع العساكر ديل ويستمروا. لكن لأنه هم مع التحول المدني الديمقراطي القيادات السياسية السودانية مع التحول المدني الديمقراطي قيادات الحرية والتغيير لذلك أبعده. لذلك الآن هو في أسئلة معلقة يا أستاذ جحفر بصراحة، يعني أنت من الكوادر الخطابية الجيدة منذ الجامعة وكذا، لكن أيضا يضاف لك أنك من الشخصيات القابلة للمراجعة، يعني ما عندها احتداد الشخصية السودانية بأنه لا خطأ. بعد الفاصل حنجيب على سؤال مهم للغاية، اللي هي أنه بعض القوى السياسية السودانية نعم كانت مرحلية، يعني أنت الآن استدلت بأستاذ إبراهيم الشيخ مع كامل احترامنا ومودتنا وتقديرنا له، هو قبل أن يكون وزيرا في هذه الحكومة التي يرأسها الجنرال البرهان، وبعد ذلك عاد وطالب الجيش بإقالته. فأنت أحيانا بتحس أنه في قضايا مرحلية أكثر من كونها مبدئية. الإجابة عقب هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد في برنامج الميزان الذي يطرح أسئلة الشارع بسخونتها وأيضا ربما بعفويتها. معنا الأستاذ جحفر حسن، بنرحب بك من جديد. وتوقفنا عند نقطة أعتقد أنها من الأهمية بمكان مسألة تكتيكات الأساس السياسيين السودانيين على وجه التحديد، وهي حتى ما من الذكاء بمكان، يعني حتى هي يعني مفضوحة للشارع السوداني العام. رجل أنت تعرفت عليه في ميدان الاعتصام، رجل أنت وقعت معه الوثيقة الدستورية، يعني وبعد ذلك أصبحت وزيرا في حكومته، وبعد ذلك تتحدث إنه هو الذي فض اعتصام القيادة العامة. أنت لا، يعني من الفاجأ أقبل المعلومة دي الآن؟ لماذا لم تتخذ خطوات حقيقية منذ البداية؟ طيب كده خلينا، أنت زي ما قلت نقول كلام الصراحة والوضوح. الثورة السودانية دي مرت بمنعطف مهم. القوات المسلحة السودانية في تاريخها حكمت السودان ده بضع وستين سنة، فقصة انهم يتخلوا عن حكم السودان ده حاجة انا شايفها في الوقت القريب صعبة، ما مستحيلة لكن صعبة. لما حصل الثورة وتم الإطاحة بعمر البشير، بفتكر انه المكون العسكري كان بيفتكر انه هو البديل لعمر البشير،
لذلك قاموا زعوا بيان وقالوا خلاص احنا احتغلنا عمر البشير ويجي فضل الاعتصام والناس يمشوا بيوتهم، واعلن حاله الطوارئ ابن عوف الناس لو تتذكر، والناس رفضت البيان ورفضت حاله الطوارئ واصلوا. فبقى من الواضح انه ما في سكه لانكم تكونوا البديل لعمر البشير، لان السودانيين زي حصل لهم برضو وعي كبير في مساله انه البلد دي اللي حاكمها زول من الجيش يعني. فبقى في راي واضح في السودانيين انه البلد دي ممكن تحكم بالقوى المدنيه، والوضع الطبيعي انها تحكم بالقوى المدنيه. ولما نحسب بالنتائج اذا تغادر 9 سنة من عمر الاستغلال او 8 سنة و4 شهور بعمر الحكومات العسكريه، فانت بتعرف الخلل بالضبط في البلد وين. ده بسوقني لي شنو الكلام ده؟ الخلل وين؟ الخلل في اننا نحن الانظمه الشموليه في السودان دائما ما بتولد ابداع، ولبته والحريه دائما هي اذا غابت بتغيب معها بعد ذاك التنميه، بتغيب معها الاشياء، بتحصل الحروب نتيجه للكبت اللي بتعمله نتيجه لوجود الحروب. متتبعات الحروب هي الانهيار الاقتصادي، الانهيار السياسي، الانهيار الاجتماعي. الواحد فيهم بيصل مرحله يغلب ويمشي الدوله، بيقوم بينقلب الزول اللي تحته عليه ثاني وتستمر المساله دي. طيب كانت عبقريه الثوره دي في انها قالوا خلاص يا اخي نحن نغير التكتيك ده، في انه ندخل مع المؤسسه العسكريه دي في شراكه. الشراكه دي حددت بالوثيقه الدستوريه ذات 78 ماده. طيب الحصل شنو؟ كنا بنفتكر انه في رايين، القوى السياسيه بتسعى للتحول المدني الديمقراطي اللي بيقودوه المدنيين اللي بيفضل الانتخابات ويعمل استقرار في البلد. في قوه ثانيه كانت بتفتكر ان دي مرحله نمشي بها لقدام، لما الشارع ده شويه يتفكى نحن ننقض على العسكريين، ننقض على السلطه. فالخطين دي كانوا موجودات، لذلك دي كانوا الشريكين المتراضين غير المتحابين. يعني الشركاء دي ما كانوا متحابين، ما في زول كان طالب حب، كان طالب بس انه يوصلون لغايه الصندوق على الانتخابات. طيب هم كانوا اشطر من الناس في حاجه، القوه العسكريه دائما من الصعب انت تتفكك، القوى المدنية انت بتفككها، هو بتفككها بالخطاب، بتفككها بالإشاعات، بتفككها بالاتهامات، بالتخوين، بتفككها بالتشاكس، يعني في حاجات كثيرة. طيب والعصا والجزر. ايوه طيب اذا اعتبرنا نحن يوم توقع الوثيقة الدستورية دي هي نقطة الاتزان. نقطة الاتزان دي انه لما الشارع ضغط والعساكر ضغطوا ووصلوا للنقطة دي عملوا الوثيقة الدستورية. فأي واحد فيهم بتراجع الاخر حيتمدد على حسابه على طول، لانه الطبيعه ما بتقبل الفراغ. وده اللي حصل بالضبط. حصل تراجع في القوى المدنيه، في ناس قاصدين وناس ما قاصدين. الناس اللي ما قاصدين هم الثوار الطيبين، او نقول بعضهم يعني. وفي قوة حتى كانت جزء من العمليه بتاعت الثوره هي قاصده تفكك، وقالت تسقط ثالث ويسقط كت والكلام الكثير اللي اتقال ده. فعليه اللي حصل بعد توقع الوثيقه دي تمت شراكه، قلنا الدولة دي تدار بجهاز مدني برئيس وزراء بصلاحيات واسعة بمجلس سيادة شرفي عنده 10 مهام، مهام شرفية كلها مرتبطة بسيادة البلد، فيه مدنيين وفيه عسكريين. السيد رئيس مجلس السيادة كانت الرئاسة دي هي رئاسة لاجتماعات مجلس السيادة، يعني الرئاسة دي ما كانت عنده حق إنه يعبر عن المجلس لوحده، لأنه الرؤساء اللي كانوا الموجودين ال 11 في الأول واللي تكملوا ل 14 كانوا بصلاحيات متساوية حسب الوثيقة الدستورية، ده الكلام المكتوب على الورق يعني، كلهم صلاحياتهم زي بعض في كل حاجة. فالشاهد الحكومة الأولى كانت حكومة كفاءات وطنية مستقلة، ونحن الكلام ده نبصم عليه. حكومة وطنية لكفاءات مستقلة، ما كانوا حزبيين. اكتشفنا حاجة مهمة شديد، إنه المشاكل في الوزارات هي مشاكل سياسية قبل أنها تكون مشاكل إدارية، لأنه كان بيتم عترسة الأمور في مستوى من مستويات الوزارة ومحتاجة لزول سياسي يتحرك. الحكومة الثانية بتاعت حمدوك بالارقام كانت هي انجح من الحكومه الاولى بالارقام على كل المستويات، نحسبها بالورقه والقلم كان فيها نجاحات مقارنه. طيب دي تمت كيف؟ ما تم فيها خداع ولا تم فيها غش. اتفاق جوبا ده هو الماده 78 في الوثيقه، الماده 79 في الوثيقه الدستوريه. قال شنو؟ قال تحول
المسألة من كفاءات وطنية مستغلة إلى كفاءات وطنية. الكفاءات الوطنية دي ممكن تكون حزبية ممكن تكون غير حزبية. لذلك الوزارة ما كانت وزارة حزبية. أنا سي ممكن أعد لك وزراء كتار ما عندهم أحزاب كانوا في الحكومة دي، أو حتى وزراء عندهم أحزاب ما خلاص. لا ما دار أقول يعني إنه الموضوع ما كان ما كان حزبي بفكرة الفكرة اللي بتتقال دي. دي حاجة مهمة. ولاحظنا حاجة مهمة إنه الجبهة الثورية وفقا للاتفاق بتاع جوبا عندها 25% من الوزارة ومن كل السلطة. فأنت ما ممكن تجيب وزراء سياسيين تخطهم مع تكنوقراط في وزارة واحدة، وكأنه هنا بس المستهدف إنه أحزاب الحرية والتغيير ما تكون جزء من السلطة يعني. حتى ما كان بيتم هجوم على وزراء الجبهة الثورية، والدليل إنه مستمرين لحد تاريخ اليوم. إذن ده حصل بالضبط. لذلك كانت الوزنة الثانية إنه يجوا وزراء عندهم قدرة على العمل، عندهم قدرة على اتخاذ القرارات الجريئة والشجاعة. ملكين يا أستاذ جحفر، سؤالي ليس عن الوزراء الحزبيين، وإنما سؤالي عن تبدل المواقف رغم وحدانية الموقف وذاتية الشخصية. يعني نفس الفرد يمر بذات الموقف يكون عنده ثلاثة آراء حسب تغير الوضع السياسي، حسب ماذا يريد. وبصراحة أكثر يعني بعض الناس الذين يحضرون الاجتماعات ويتحدثون إلى الصحفيين حتى يتحدثوا إنه بعض قوى الحرية والتغيير كانت تفاوض بملف تحقيقات فضح اعتصام القيادة العامة. طيب دي أخذها على لساني، لم يحدث هذا الكلام على إطلاق. ولو في زول بيقول الكلام ده يقول لنا فلان الفلاني فاوض على الملف ده عشان نكون واضحين. تمام، أغلقنا هذا الملف وأخذنا ضروري بقولك ضروري. قولا واحدا. أيوة. حنتابع سوشيال ميديا. سوشيال ميديا أول حاجة التغيير التم يوم 25 ده أنا كل المتفقين فيه بما فينا حمدوك، الكلام ده أنا قلته مرارا وتكرارا، كل المتفقين فيه وحتى المعانا في المجلس السيادي كان موقعين للسلام ولا الناس ودي الفتوى التعايشي برضو هم موافقين في الحكاية دي، ما راضيهم الشغل دماش. سوشيال ميديا. الحديث عن علم قوى الحرية والتغيير أو تحديدا رئيس وزراء الحرية والتغيير عبد الله حمدوك، وتحدث بالاسم حتى عن أعضاء مجلس السيادة المدنيين، كانوا على علم تام بليلة 25 أكتوبر. طيب هو طبعا الحاجة دي نحن بنخليها لقرائن الأحوال. واحد، تم اعتقال محمد الفكي ورئيس الوزراء وكابينة الحرية والتغيير قبل الانقلاب. يعني احنا انا كنت واحد من المعتقلين ديل، تم اعتقالنا الساعة 3 صباحا و2 صباحا، وتم اعلان الانقلاب اظن ثاني يوم الظهر. لكن دي قرينه يا استاذ جعفر، قرينه اول زمان الترابي ما كان في السجن والبشير في ما هو ده الفريق. نحن سيما ما جينا راجعين زي الترابي بينا حاكمين. واحد، اثنين، نحن ننقلب على منو؟ ما نحن انتم ما بتقولوا نحن السلطه ونحن الحكومه، يعني ننقلب على روحنا؟ ما هو ده سؤال غريب في تركيبته نفسها. وده ذاته أنا أفتكر هو مسار سخريه يعني. الخطاب الاخير لدكتور عبد الله حمدوك حمل تأزيم الوضع السوداني للقوى السياسية السودانية التي لا تريد أن تأتلف. دعي عبد الله حمدوك يقول ما يريد، لكن دعينا نقول الحقيقة. الوضع الطبيعي إنه القوى السياسية تختلف، والوضع الما طبيعي إنه القوى العسكرية تختلف. في العالم كله يكون في جيش واحد وبيكون عنده مؤسسة واحدة وإنه عنده أحزاب سياسية مختلفة. هسه نحن متابعين الانتخابات الفرنسية، فيها تباين كبير لحد التخوين بين المرشحة اليمين المتطرف وماكرون. لكن ده الطبيعي يعني، ما في حاجة اسمها في الدنيا الأحزاب دي كلها الغول المدنية دي يكون عندها رأي واحد. لو عندها رأي واحد كانت حتكون حزب واحد. نحن ما حيران. ويتحدث عن حتى وحدة قوى المعارضة، حتى لو دارين عرضوا يكونوا قوى واحدة تتم يعني مشاورتهم والتفاوض معهم. لكن الآن يتم تفتيت كامل للساحة. وهذا طبعا ما أقدر أقول هو ده كلام حق بيراد به وباطل. دائما وحدة قوى القوى المدنية، القوى المدنية كانت موحدة. أنا أقدر أقول حاجة مهمة. في 8 سبتمبر السنة الفاتت الحرية والتغيير عملت إعلان سياسي جديد، وبموجبه دخلت الجبهة الثورية وآخرين داخل الحرية والتغيير، وسعت ماعون الحرية والتغيير لدرجة أصبح
الجسم بتاع الحرية والتغيير اللي توجد في يوم 8/9 أكبر من الجسم بتاع الحرية والتغيير اللي كان في 11 أبريل اللي فاوض المكون العسكري كمًا ونوعا. تتحدث عن الإعلان السياسي اللي كان في قاعة الصداقة. نعم. اللي هو يعني من لطف الشخصية السودانية بيطلق عليه بين قوسين أربعة طويلة. ما هي دي طبعا برضها واحدة من الحاجات اللي اشتغلوها. انت بتقول أربعة طويلة، انت بتقول التحالف ده كله هو حزب الأمة والتجمع الاتحادي والمؤتمر السوداني وحزب البعث، ده اللي بتقوله، لكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة عشرات الأحزاب موجودة بما فيها المكون بتاع الجبهة الثورية، بما فيها الأحزاب الأخرى تقريبا اللي كان خارج الحرية والتغيير من الأحزاب اللي كانت جزء من الثورة، الحزب الشيعي في الإعلان الأخير ده. إذن حتى كلمة أربعة طويلة دي كلمة غير، أنا شايفة غير لائقة، بيطلقوها ناس بطريقة محددة اشتغلت عليها جهات. ما الجبهة الثورية ليست قولا واحدا، حزب الأمة نفسه ليس قولا واحدا، هنالك العديد من الأحزاب كانت خارج هذا التحالف، بالإضافة لأنه التحالف ده أو الإعلان السياسي يعني لم يطبخ بطريقة سياسية حاذقة. يعني إذا كان هنالك رئيس وزراء لماذا تأتي به إلى قاعة الصداقة لمجموعة إعلان سياسي وهنالك مجموعة خارج هذا الإعلان؟ وحتى كانت هنالك هتافات ثورية مناوئة، وكان حمدوك مرتبكا جدا، وكانت كلمته مقتضبة للغاية، وتدخلت الشرطة لتمنع ما بين يعني الوزراء والثوار، لم يكن حدثا ناجحا. لم تتدخل الشرطة لمنع الثوار من أنا كنت موجود في القاعة تقريبا، كنت المدير لل. لم تكن عازلا الشرطة ما بين الثوار و. أصلا ما حصل. الحصل الآتي، مجموعة واحد من قادة الجبهة الثورية الخارج الحرية والتغيير اللي أصلا ما وقعت، جاب ناس كانوا برا القاعة بنعرفهم بالاسم، ونحن كنا طلبة في يوم من الأيام من الجامعات وبنعرف يعني بنعرف الناس اللي كانوا دفعتنا وكانوا كذا، وكان الغرض هو التشويش عليهم لكن فشلوا، ودي ما كانت القضية، لكن القاعة كلها كانت متماسكة، ما كان فيها آراء مختلفة، قطعا ما كان الكلام. الهتافات كانت تسمع حتى عبر الإذاعة والتلفزيون، طبيعي الهتافات المناوئة. طبيعي جوا القاعة ما حصل هتاف، جا زول واحد وقف جنب المايك بتاع الصحفيين، زول واحد ويتكلم وقاموا هتفوا ضده الناس وطلعوه برا. طيب دي ما القضية، لكن خلينا نمشي في المآلات والأهداف. عبد الله حمدوك ده هو المنصب بتاع رئيس الوزراء، ده منصب يخص الحرية والتغيير وفق الوثيقة الدستورية. عبد الله حمدوك هو هو رئيس وزراء المرشح من الحرية والتغيير، دي حقيقة. اثنين، الحرية والتغيير دي هي مسمية داخل الوثيقة الدستورية، لكن يجب أن يكون على ذات المسافة من الجميع. هي جسم دستوري، خليني بس أشرح لك الحتة دي. في ناس قالوا نحن ما دارين نكون جزء من الحرية والتغيير، من حقهم يكونوا ما جزء من الحرية والتغيير، لكن ما من حقهم يكونوا أي جزء مما يخص الحرية والتغيير في إدارة الدولة، لأن الحرية والتغيير هي شريك وفقا للوثيقة الدستورية. طيب عبد الله حمدوك كان جزء من اللقاء، وأعضاء مجلس السيادة كان فيهم عدد المكون العسكري شكل غياب، لكن باقي أعضاء مجلس السيادة كانوا حضور في اليوم ده، ولأنه الوضع بتاع الحرية والتغيير في الوضع ده تحديدا كان بيسموه الحاضنة، رغم أن عندي تحفظ على الكلمة دي، خلينا نقول الظهير السياسي للحكومة الموجودة. لذلك كان من الطبيعي عبد الله حمدوك يحضر، من الطبيعي يخاطب الناس، والله يحضر يعني مجموعة الميثاق مؤتمر، وما هو مثلا حزب البحث كان فيه حزب آخر منشق وموجود في الميثاق، حزب الأمة أحزاب أخرى منشقة وموجودة هناك، الجبهة الثورية التي تقول موجودة هنا، هنالك أيضا أجسام منشقة وموجودة هناك. الحديث كان حول لماذا لم يكن هنالك تريث لجمع قوى الثورة وليس من أجل تفريقها، يعني الناس مستعجلة ما لها كانت للإعلان السياسي، بس هو ده مربط الفرس، الناس مستعجلة ما لها. نحن ما خلاص شفنا ملامح الانقلاب جاء، وشفنا الحجة اللي بتساق في إنه القوى المدنية غير موحدة، وهل منع ذلك حدوث يلا الانقلاب؟ يلا ما أنت بتحاول تعمل الصح، بعدك تصل ما تصل دي قصة تانية. كان المورد الأساسي إنه القوى المدنية دي مفتتة، فبدأنا باجتماعات إعادة هيكلة الحرية والتغيير، وأول اجتماع تم في بيت دكتور جبريل، وثاني اجتماع تم في بيت دكتور جبريل، وعدد من الاجتماعات تمت في بيت دكتور جبريل، والناس رصوا الكراسي وجابوا الإخراج، هم على رأسهم دكتور محمد زكريا الناطق باسم حركة العدل والمساواة، لحد قاعة الصداقة كان موجود، ولحد ما فتح معانا المايكات، ولحد ما استقبل الضيوف، وبعدك جاءوا ظرف صحي ونقل إلى المستشفى. فالشاهد دكتور جبريل قبل الإعلان بأسبوع غاب، مشى تركيا، وطلب مننا مفوضه في التفاوض إنه نستناه عشان يجي يحضر
التوقيع، والإعلان كان المفروض يكون يوم أربعاء، فتم تأجيله إلى يوم السبت حتى يعود دكتور جبريل إلى الخرطوم. أنا الكلام ده بقوله لأول مرة وبصراحة، وأنا كنت جزء من أي عملية تمت في هذا الأمر بالدقة اللي أنا بتكلم عنها. فلما السبت جاء في جهات قالت له ما تمشي، جهات قالت لدكتور جبريل؟ يس. من هي هذه الجهات؟ هو ما ورانا، لكن بعد ذاك نحن ما خلاص عرفنا إنه في جهات الناوي تعمل الانقلاب ده أصرت إنه الزول ده ما يمشي وما يجي. ومحمد زكريا خليه يكذب كلامي ده، جاء قال يا جماعة والله دكتور جبريل ده شكله ما حيقدر يجي. واحد. اثنين، نحن اجتهدنا في إنه نلم كل الناس، كل الناس داخل، لكن كان في ناس شغالين مع الانقلابيين ديل، اللي هو زي الجماعة اللي انتوا قلتوهم ديل كلهم شغالين مع الانقلابيين، كان أي قوة ما كانت شغالة مع الانقلاب وقعت. طيب هو التوحيد تم ليه؟ ما هو الفكرة بتاعت التخوين قد تكون فكرة فيها شيء من الاستعجال. ما تخوين، عدم تقدير للآخر. ما هو في ناس عندهم ملاحظات عليكم تخوين. يا جماعة إيه؟ عندهم ملاحظات على إنه التجمع الاتحادي هو يعني حزب ما هو ثقله في صندوق الانتخابات، وما شاء الله تبارك الله والي القضارف، والي نهر النيل، والي الخرطوم، عضو مجلس سيادة، سعادته بلول، سعادته هاشم حسب الرسول، فهذا الاستئثار بالسلطة. وحتى كان في خوف كبير جدا منه يكون الجسم ده هو استعداد للدخول للانتخابات والفوز بالدوائر وخلق تحالفات. فقط نجيب، استأذنك عقب هذا الفاصل القصير. طيب. تابعونا. مساء الخير، عيسى سعيد بنرحب بكم من جديد في الميزان، صوت الشارع السوداني، أو نعتقد أنه صوت جزء من الشارع السوداني الذي يطرح الأسئلة على الكيانات السياسية وعلى السياسيين وحتى العسكريين المؤثرين في المشهد السياسي السوداني الآن. مرحب بك من جديد أستاذ جعفر حسن، وأريد أن أسألك أيضا سؤال أتوقع أن تكون إجابته شفافة وصادقة. هل خذلكم المجتمع الدولي في ليلة 25 أكتوبر؟ طيب، هو انقلاب 25 أكتوبر أنا بفتكر المواقف الدولية كلها كانت جيدة. جيدة. وفلت ما موجود في السودان لغاية الساعة 12؟ هو طبعا، وهو برضو بعد ما طلع قال إنه أنا تعرضت لخديعة كبيرة. عموما هو ده ما المهم، المهم إنه نحن الشعب السوداني ما خزلنا. وأنا أتذكر سايقيني على المعتقل في قبل لسه الوطة ما أصبحت، فلساتك شايفة مولعة في الشارع، فاطمأنينا إنه الشارع ده شارع قوي ومتماسك. ودي لحظات أنا لو تسألت منها طول العمر أقول لهم دي أهم لحظة في حياة الزول، إنه لسه لم يتم الإعلان، فقط تم إعلان عن اعتقال الناس، فده كان المؤشر للشارع السوداني إنه خلاص ده انقلاب. فالشباب قفلوا الشوارع وترسوا حتى عشان نحن نصل المعتقل، كان في شوارع مقفلة، فتحية للشباب العظيمين ديل. والتغيير بيدي لا بيد عمر، بيد أبناء الشعب السوداني. الآخرين ديل هم مسهل ومساعد يساعدوك، لكن قطعا القضية دي قضية بالدرجة الأولى بتاعت هذا الشعب العظيم العبقري. أنا أذكر أنه في 25/12/2018 لما الثورة خلاص أخذت بعدها، كل القنوات الفضائية الدولية كانت ضدها، كان يقول لك بعض الاحتجاجات على مرتبات وبعض الاحتجاجات على كذا، ما كان بيوصفوها بأنها ثورة، لحد ما الشعب العظيم العبقري ده صنع ثورته. وحتواصل الثورة دي، وحيتم إرجاع حقوق السودانيين اليوم، وأنا على يقين أن التحول المدني الديمقراطي ما بعيد. طيب يا أستاذ جحفر، الآن هنالك العديد من المبادرات، وبنذكر بأنه إحنا بنسجل هذه الحلقة قبل نحو أسبوع من العيد، وستجري مياه كثيرة تحت الجسر، لكن هذه المبادرات المختلفة كان عندكم رأي تجاهها ورأي إنه والله ما بتقابلوا القوى المدنية الأخرى في الضفة الأخرى، مما يجعل المكون العسكري ربما هو على ذات المسافة من الجميع، والمدنيين بينهم شقة أعلى وأكبر. نحن إذا هو برضو واحدة من مشاكل عدد كبير من المبادرات إن هي ما وصفت الأزمة التوصيف الصحيح. التوصيف الصحيح فيه معسكرين، في معسكر مع التحول المدني الديمقراطي اللي بيقودوه المدنيين، وده مسار. في معسكر يؤمن بإنه تم يوم 25 ده ما انقلاب وده تصحيح مسار، وإنه خلاص كده الأوضاع اتصححت. المعسكر الثاني ده فيه عساكر وفيه
فيه مدنيين، يعني نحن ما بنقول انه المدنيين يجوا يتفقوا عشان يمشي يقابلوا العساكر، التوصيف ده ما صحيح، التوصيف انه فيهم عسكريين في البلد دي. في رؤيتين، رؤية سياسية بيتبنوها المجموعة دي اللي هي كانت اعتصام القصر اللي بيسموه عدد من الأسماء مع العسكريين. في قوة ثانية، القوة المدنية الثورية الحقيقية، ودي تمثل معلوم للجميع يا أستاذ جعفر. أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأنه لما نقول المدني ده توصيف ما صحيح. الصراع المدني المدني هو مش صراع مدني، هو صراع حول موقفين سياسيين مختلفين. يعني مثلا مبارك الفاضل يتحدث عنه تصحيح مسار والوضع ده يمشي كده، وده وضعه ده. انت ما بتقول متصارع مع القوى المدنيه، ده متصارع مع المشروع الثاني. المشروع الثاني اللي بيتكلم عن التحول المدني. ما هو في ناس بيرتكزوا لتجارب اكتوبر، ناس بيرتكزوا لما قام به الجيش في وقت من الاوقات. على العموم هي ارائهم، لكن الذي اتحدث عنه انه يعني هل مساله اللاءات الثلاث لا تؤدي الى الساعه الصفريه، الى انهيار الدوله، باعتبار انه نحن الان امامنا لغايه شهر يوليو لملفات ضخمه وكبيره جدا، مثلا اعفاء ديون السودان. لابد أن تحدث تسوية أو ينهار هذا الأمر. فقوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، أليست لديها مرونة؟ هل هي مع اللاءات الثلاث مطلقا؟ طيب أنت هنا كده دخلتيني في الموضوع الرئيسي ونحن المفروض نتكلم عنه. أي عملية في الدنيا سياسية هي عندها متطلباتها واشتراطاتها. خلينا نتكلم عن العملية السياسية بشكل عام. المتطلبات والاشتراطات دي عشان انت تعمل عملية سياسية وتنطلق لازم يكون عندها غاية واضحة معلومة. اما انه الناس يقعدوا عشان يتناقشوا ويتحاوروا من اجل الحوار زي ما كان بيعمل عمر البشير اللي هو حوار الوزبة، يلم الناس كلهم كده يقعدوا يتناقشوا وما يصلوا لاي حاجة، دي حاجة مرفوضة. اما اذا كان في تصور واضح لإدارة الدولة واستعادة المسار المدني وهزيمة الانقلاب، في ده الناس ممكن يشوفوا الآلية بتاعة التواصل في ده. طيب إذن ماذا تعني هزيمة الانقلاب؟ هزيمة الانقلاب تعني الآتي: واحد، إبطال كل القرارات التي تمت بعد الانقلاب. دي مسألة مهمة جدا. مش لما أقول إبطال القرارات دي لا تفهم في إطار إنه عودة حامدوك ولا عودة ود الفكي ولا غيره، لا، أنا بتكلم عن استعادة المسار المدني الديمقراطي. دي مسألة يقود منه يكون في المشهد منه، ده موضوع آخر الناس يتفقوا عليه. طيب ما كان المسار ده موجود، وبرضو أنتوا كان عندكم اعتراضات وعندكم لهجة شديدة تجاه المكون العسكري. وين؟ قبل يوم 25 أكتوبر. لا قبل يوم حدثت ملاسنات ما بين الأعضاء. طيب أنفسهم في المجلس السيادي، يعني قصدي كان هذا الاتفاق موجود وحدثت الإشكاليات. طيب ده برضو الناس برضو ياريت يكون في زمن تاني الناس يقولوا فيه الكلام بشكل أوضح. هو أول من بدأ الملاسنات بدأ من وين؟ أنا قلت الكلام ده ليه؟ عشان أقول إنه نحن لحد ما بكراوي عمل انقلابه ده كان الناس كلهم شغالين مع بعض في ضحض الانقلابات، لأنه تمت قبلها انقلابات برضو. بعد انقلاب بكراوي بعدك الناس سمعوا خطاب المكون العسكري في القوة، لكن كان هنالك استقطاب حاد، كانت هنالك العديد من الأشياء. ممكن على العموم يعني هذه تجربة، وخلينا نحن ننهي الحلقة دي أو نمشي نحو خواتمها بأشياء فيها بعض التفاؤل. ممكن يعني قوى الحرية والتغيير هل جلست مع المكون العسكري تحديدا المباحثات أو المفاوضات، سميها ما شئت، التي يجريها الفريق ياسر العطا مع قوى سياسية متعددة؟ دي نحن نسمع بها سمع المفاوضات دي. ما في الحرية والتغيير ما عندها أصلا وفد قعد لاقى المكون العسكري لإدارة أي ملف. سمعنا بأنه زار المعتقلين السياسيين، وأنا ذاتي ما متأكد أنه هو فعلا زارهم ولا لا، لأنه ما سمعنا من المعتقلين أنه لاقاهم ولا لا، دي معلومة. اثنين، الحرية والتغيير الآن قيادات داخل المعتقلات. اثنين، ثلاثة، الآن الجو ده نفسه هو الانقلاب خلق جو فظيع، خلق استقطاب حاد، خلق انهيار. أنا بس بحاجة صغيرة هنا لو سمحت لي أقولها. فترة الحرية والتغيير دي عملت حاجات مهمة. يوم 14/12 تم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. يوم 21/1 البنك الأفريقي عفت 800 مليون دولار. أنا أقدر أقول لك نقطة، رفع قائمة السودان من الدول، يعني رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، البعض يردها مباشرة للقاء البرهان في عنتبي بنتنياهو. ما صحيح طبعا. هو طبعا دي فرق بتشتغل وبتشتغل بتجانس، فرق كبيرة جدا وقياداتها معظمهم من الحرية والتغيير والناسبة التيام اللي. وطبعا في ناس في السودان ده بيفتكروا انه الرئيس ده زي العمدة كده بيعمل الحاجات كلها. ليس عن عمدة، ولكن خليني اوضح لك الفكرة. في فرق اشتغلت في مستويات مختلفة، العلاقات الدولية اشتغلوا فيها ناس، العلاقات الامريكية اشتغلوا فيها ناس، الشركات حتى العالمية اللي بتحسن صورة السودان اشتغلوا فيها
ناس، وشكرا لكل ابناء السودان اللي قاعدين في المهجر، مهجر العالمي، تشتغلوا شغل كبير. دي برضه حاجه الناس انا ما دار نسيبها لاي زول، في ناس كتار اشتغلوا فيها. يوم 21 البنك الافريقي عفى 800 مليون دولار، مؤتمر باريس عفى 33 مليار دولار، البنك الدولي قال كلام، قال السودان الان في الطريق الصحيح، ورئيس البنك الدولي زار السودان. اعلن بنك السودان انه عنده 857 مليار و400 مليون دولار جاهزه لانها تنزل في المزادات للمواطنين. تم توحيد السعر الصرفي ما بين السعر القاعد في السوق الاسود والقاعد في البنك. تم ايقاف طباعه العمله من 89، الطباعه دي اللي كان بيتكلم عنها زول اللي قال رب رب، ذاك اسمه منو بتاع المؤتمر الوطني، الرب رب دي ما وقفت الا في اخر 4 شهور من حكومه الحريه والتغيير. اذا نحن كنا ماشيين في الطريق الصحيح، وبالمقابل ده كله وقف الان. تم قتل عدد من الشباب، دي مقارنات حقيقيه. نحن نقارن انجازات الفتره الانتقاليه في سنتين طيب مع اخفاقاتها، طيب والناس يوزنوا الامور في الاتجاه ده. طيب يمكن دي واحده من ملاحظات الحزب الشيوعي السوداني على الاداء الاقتصادي لحكومه الفتره الانتقاليه ولحاضنتها الحريه والتغيير، اللي هي اتباع سياسات البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، توحيد سعر الصرف، وهذا الامر لم يزد الفقير الا فقر ولم يزد الغني الا غنى، ويشهد على ذلك الشارع السوداني. يعني ماذا استفدنا تحديدا من تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى اخره؟ طيب هو طبعا انا ما زول اقتصادي متخصص حاقول الكلام المتخصص، لكن اقدر اقول لك يا اخي السودان ده اضرت به الحموله الايديولوجيه ضرر ما تتخيليه. دي حقيقه لازم نقولها بصراحه. في زول بيتكلم في القرن الواحد والعشرين عن انه يعزل نفسه من مؤسسات المجتمع الدولي الماليه ويقول انا دار انهض، ولما تقول لي يوبي يقول لك نستنهض الانتاج المحلي، الانتاج المحلي ده عشان ينهض ذاته ما عنده حاجات لازم تتعمل، عنده علاقات، عنده توقيعات مع مؤسسات الدوليه، مع منظمه التجاره العالميه، الصين نفسها الشيوعيه جد جد هم جزء من منظمه التجاره العالميه وغيره وغيره. احنا نقول بصراحه شديده كده خلونا من الحمول الايديولوجيه اللي كلفتنا كثير دي. البنك الدولي، رئيس البنك الدولي بيفهم في الاقتصاد اكثر مني واكثر من الزملاء اللي قاعدين دي. جينا السودان وقال الان السودان في الطريق الصحيح. الطريق الصحيح ده ما قلناه نحن، اسال التجار في السوق يقول لك اخر 5 شهور تم استقرار وبدينا يا دوب نقدر نشتغل، ما هو الحاجه دي كانت مربوطه بزمن انه حيتم الاصلاح في مراحل في النهايه تدي الى نتائج. النتائج احفادين دين بلغت 64 مليار حملتنا له الجبهه الاسلاميه، نخليه فقط عشان نأيد الايديولوجيا اللي قالت انه الحاجه دي لا للبنك الدولي ولا لغيره، نحن ما عندنا قدره ثانيه كدوله نتحمل هذه الايديولوجيا نهائيا. وأرهقت الشعب السوداني، هذا الشعب العظيم يحتاج أنه يندمج في العالم ويحتاج أنه يمشي لقدام في معاشه وفي مأكله وفي مشربه، وده كان حيحصل. من شهر واحد كان حينزل أول دفعة 3 مليار دولار كانت حتنزل البنك، تخيلي معي بس بالبساطة. هنالك حديث كثير جدا وكثيف تحدثت به دكتورة هبة محمد علي عندما كانت وزيرة للمالية، الآن يوجد داخل البنك المركزي 2 مليون دولار وكذا العديد من الأشياء، لكن لا تتنزل إلى المواطن العادي. ربما تجارب الديمقراطية تحتاج إلى وقت طويل، لأنه يعني كأنه مخاط معه آلام معه أشياء أخرى. نجي لملف لقصر الزمن اللي هو ملف لجنة إزالة التمكين، وهنالك حكاية صورة. حكاية صورة. نعم، علق بعد هذه الابتسامة. والله هو الكلام اللي قالته أستاذة أمال الزين ده طبعا كلام غريب، عشان المشاهدين يكونوا معنا في الصورة، الأستاذة المحامية المنتمية للحزب الشيوعي السوداني، عضو اللجنة المركزية، عضو اللجنة المركزية، قالت من الآخر نلخص الكلام في أنه الناس السايقنينهم ديل بتاع لجنة إزالة التفكيك ديل مسجونين في قضايا جنائية، ونحن عارفين أنه ديل تم اعتقاله لقضايا سياسية من الدرجة الأولى، بدليل أنه لحد الآن ما قادرين يقدموا اتهام. زول قاعد شهرين وثلاثة شهور، الليلة ود الفكيع له 70 يوم هو خالص سلك داخل المعتقلات، ما قادرين يقدموا تهمة واحدة ضدهم. في زول 70 يوم يقولوا مزيد من التحري، تم التحري معهم مرة واحدة. فده أنا بفتكر إنه كلام بفتكره غير مسؤول، واحد. اثنين، إذا كده برضو أولادنا توباك وآخرين متهمين في اغتيال عميد هل دي برضو اعتقال جنائي؟ دي قضايا سياسية في المقام الأول، الناس تنظر إنه الآن المعتقلين دي المعتقلين سياسيين، ويجي منه أن لا نتشفى في بعض. نحن مع وحدة قوى الثورة فيها كل الناس كلهم عشان نمرق من الورطة اللي احنا قاعدين فيها دي. وده أنا نداء بوجهه للناس الخارج الحرية والتغيير والقاعدين في أحزاب أخرى والقوى المدنية، خلونا نتوحد كلنا في جبهة واحدة ضد الانقلاب ده، وده اللي بيعجل برحيله. أما تفتيت الجبهة المدنية يصب قطعا لصالح هذا الانقلاب واستمراره.
لكن ما قالته الأستاذة مالا الزين ليس عائد لها فقط، يعني حتى الإمام الصادق المهدي كان يتحدث إنه لجنة إزالة التمكين بهذه الطريقة يعني تصحب العديد من الأخطاء، ويجب أن تكون هنالك مفوضية مكافحة الفساد وليست هذه اللجنة فقط. وحتى رئيس اللجنة القانونية الأستاذ نبيل أديب لديه العديد من الملاحظات التي يقول إنها غير حتى دستورية وأحيانا معارضة لبعض بنود الوثيقة الدستورية. لجنة إزالة التمكين تمت وفقا للوثيقة الدستورية، واحد المادة 8 نعم. أيوة هي مادة موجودة. اثنين تم القانون بتاعها تم مرور عبر كل الخطوات التشريعية والتنفيذية والإدارة وعملته وزارة العدل وأحكمته. غير ده خلينا نتكلم عن حاجتين. هي اللجنة دي عملت لشنو؟ مكافحة الفساد ده موضوع براو، إزالة التفكيك التمكين ده موضوع مختلف في مكافحة الفساد. دي الملفين في شكله مختلف في طريقته مختلفة، لابد من مفوضية لمكافحة الفساد نعم، لكن نسأل سؤال، هل قامت مفوضية واحدة ولا مفوضية ما قامت؟ الكام معرقل لها من الانقلابيين ما كان دارين مفوضية تقوم، لذلك ولا مفوضية ما تمت. هل كنا حنستنى مؤسسات المؤتمر الوطني والأمن الشعبي دي ليسرحوا ويمرحوا في البلد وده اللي بيمنع التحول المدني الديمقراطي؟ ودي القضية الأساسية. ولكن هي بلد ليست فيها محكمة دستورية حتى الآن معلقة، بلد في ذات الوقت لجنة تفكيك التمكين حتى ما فيها لجنة استئنافات، بلد في ذلك في ذات الوقت يعني بتحوم العديد من الأشياء التي تتحدث عن ابتزازات، عن تهم فساد لشخصيات معينة، ونحن كلنا كبشر تجاربنا غير منزهة، يعني إذا كان هنالك عضو غير سوي لا يعني ذلك يعني إنه اللجنة غير سوية بالكامل. فكانت هنالك بعض الإخفاقات في هذه اللجنة أستاذ جحفر بحسب يعني العديد من المتحدثين حتى من الذين تم إلقاء القبض عليهم وإطلاق سراحهم لاحقا. خلينا نقول إنه أي عمل إنساني أنت قلتي فيه إيجابيات وسلبيات. اثنين، السودان ده ما كان فيه مؤسسة اسمها لجنة مكافحة لجنة إزالة التمكين قبل كده، هي ذات تجربة جديدة من أولها وطورت نفسها. أنا أفتكر إنها وصلت مستوى كان قادر يمنع انهيار الدولة ويفكك مؤسسة الحزب لصالح الدولة، لكن قطعا فيها نقاط كبيرة. أنا أقول لك الناس دي ذاتهم عندهم أعضاء هم ذاتهم لجنة التفكيك فتحت فيهم بلاغات اكتشفتهم وخطتهم في السجون، وفيهم الآن واحد معتقل بالقانون، يعني ما كان في زول محمي. التجربة فقط دي محتاجة. التجربة فقط يعني لو سمحت لي ما كان فيها نضج كافي رغم إنه فيها قانونيين. يعني أتذكر إنه الأستاذ وجدي صالح إن شاء الله ربنا يطلق صراحة ويكتب له تمام الحرية، يعني كان أجرى مؤتمر صحفي ردا على قاضي المحكمة العليا الذي أبطل 11 قرارا من لجنة إزالة التمكين ورجع قضاء ورجع مستشارين ورجع موظفين في الخدمة المدنية. هل ده بيتم الرد عليه في السوحة القانونية ولا في بطريقة ربما تبدو استعراضية أكثر من كونها عدلية في مؤتمر صحفي؟ هم أسلحة مهمة من أولاد الثورة المهمين، لكن خلينا نقول أنا ما قانوني عشان ما أقول كلام لا فيما لا أدري فأتهم فيما أدري، أنا ما بعرف الحياة دي بتورد كيف. خلاص خلينا، لكن خليني نجي للحزب حقكم. لماذا يعني لم تنضموا لوحدة الاتحادين التي تمت في القاهرة؟ وبعدين الحاجة دي يعني هي في النهاية وحدة تنسيقية لا تمنع فردانية القرار بأي حال من الأحوال. طيب خلينا نسأل سؤال، ننسق في شنو؟ هم الناس ديل هم كلهم تقريبا الوقعوا ديل فيهم ستة كانوا اصلا مع الشريف في مبادرته، كان شراغة كان جلال الدقير كان ديل الناس اصلا شاركوا الانغاز، يتلموا مع بعض ودارين يعملوا حاجه. منو ما شارك الانغاز؟ لا نحن ما شاركنا الانغاز، تجمع الاتحاد ما عندنا ولا عضو واحد كان جزء من المساله دي وغير الاحزاب. معلش نحن انا مسؤول تسال سؤال. أيوة سؤال التجمع. نحن كتجمع اتحادي نتكلم بوضوح شديد، لكن خلينا نقول الان نحن بنتكلم دائما نتوحد مع من و نأتلف مع من؟ نحب نأتلف ونتوحد مع صاحب فكرة يشاركنا، لكن مجموعة قررت أنها تقعد في مكان ما لفكرة ما بطريقة ما عايزة تسند مكون عسكري أو ما تسند، ونحن ذلك ما ممكن نتوحد معهم. الخط السياسي هو الفاصل يا دكتورة في كل التفاصيل، الخط السياسي اللي بيحدد أن أكون مع منه وأكون بعيد من منه. نحن الآن المجموعات الشاركة الإنغاز دي نحن عندنا منها موقف وأخلاقي ومبدئي مو بنهزر فيه على الإطلاق. إذا هم توحدوا الله يعدل عليهم وإن شاء الله يقدروا يمشي لقدام وكده. يعني فكركم فقط ضد الذين شاركوا الإنقاذ؟ مش ضدنا، نحن عندنا مشروع وطني، هذا المشروع الوطني ما بنهزر فيه قطعا، لا يكون يمكن يكون أحمد بلال جزء من المشروع الوطني الذي نؤمن به
الذي كان وزير داخلية عمر البشير حينما تم قتل أبناء الشعب السوداني، ولن تكون إشراقة جزء من هذا ولا آخرين. يعني نظرتك يا أستاذ جعفر لهذا الاتحاد إنه فقط لدعم المكون العسكري؟ ما داير أقول فقط لدعم المكون العسكري، لكن داير أقول هذه الملامح ما كانت تناسب التجمع الاتحادي ولا تطلعاته كحزب واحد من قيادات الثورة. تجمع الاتحادي ده قدم عدد كبير من الشباب، تجمع الاتحادي الآن عنده شهداء في هذه الثورة، عدد من الشهداء سقطوا من أبناء التجمع الاتحادي. حتى الآن الليلة نحن كنا في تأبين أحد الأشقاء رحلوا عننا. تجمع الاتحادي حزب عنده أخلاق، فنحن تحكمنا في المول الأخلاق، السياسة التي تخالف الأخلاق لا تلزمنا تحت أي حال من الأحوال. إذا عادت الحرية والتغيير المجلس المركزي إلى الحكم من جديد، هل ستعدل العديد من الأخطاء التي تحدثت عنها أنت الآن يعني مشكوراً، ولا أيضاً نشوة الحكم تنسي الكثير من التأملات خارج صندوق الحكم؟ هي أقول كبوة الحكم أولاً، لأنه حتى وزراء الحرية والتغيير ذلك كانوا مرتباتهم لا تكفيهم، والكلام ده طبعاً ما بقوله من باب يبقى مزحة في السوشيال ميديا، لكن بالأرقام الكلام ده كانت هي كبوة، لكن كانوا الناس يتحملوا. والحديث إنه بالعكس بيديهم الاتحاد الأوروبي وإنت براك لما قلت أيوة نحن بنزور السفارات. الآن أقول لك نحن، أنا لما قلت الكلام ده بقوله الآن، الاتفاق بين المكون العسكري والمدني كان بقيادة أبي أحمد والاتحاد الأفريقي، وبعدين دخلت جامعة الدول العربية، وبعدين دخل الاتحاد الأوروبي، وبعدين دخلت الأمم المتحدة. دول كلهم شهود على الوثيقة، على الإعلان السياسي عفواً، شهود الإعلان السياسي ده هم شهدوا على شنو، ضامنين على شنو. مش لما يحصل خلاف أنت بترجع للضامنين تقول لهم في طرف أخلى بالاتفاق. هل كان في دعم مادي للوزراء من قبل هذه المنظمات بصراحة؟ أقول لك بصراحة شديدة، ما أعلمه أنا إنه الوزراء ديل كانوا بيأخذوا مرتباتهم والولاء من الدولة وفقا للسيستم الموجودة. كانت في منحة عندها علاقة بمكتب رئيس الوزراء، بمكتب رئيس الوزراء لاستعداد بعض القضايا اللي عندها علاقة بإدارة الدولة للتأهيل لحاجات أنا ما عارف تفاصيله وما كنت جزء منها، لكن المتأكد منه إنه الوزراء ما كان بيصرفوا مرتبات من الاتحاد الأوروبي أو غيره، كانوا بيصرفوا من الدولة القاعدة دي. وفي وزراء كانوا يرفضوا، وأنا ما حافصح عن أسمائهم خليهم هم يفصحوا، كانوا بيتنازلوا عن مرتباتهم. وفي وزير من وزراء الثورة بتاعتنا دي اتعرضت عليه 17,000 دولار بحكم وظيفته إنه هو وزير ورئيس لإحدى شركات الدولة المملوكة معها دول أخرى، حول هذه المبالغ إلى خزنة الدولة. أعتقد برضو في وزير رد ساعة، هدية ساعة ردها بعد ما مشى أو كده، ترك الساعة على المكتب ومشى. وفي واحد محمد الفكي سليمان طلع رجع لهم العربية المفروض ينزل بها، لأنه هو رئيس المفروض ينزل بالعربية الراكبة، رجع ونقل عفشه من البيت المفروض يقعد فيه 6 شهور تاني وفقا للقانون، شال لما عفشه في دفاره وداه بيته وقال له أنا ما عايز منكم أي حاجة. هؤلاء الناس ناس محترمين. أنا أفتكر الحرية والتغيير قد تكون أخطأت وارتكبت أخطاء، لكن لم نقدم مجرما أو حرميا أو قاتلا، فده شرف لنا نحن نعتز به، ودي تجربتنا نقيمة. في أخطاء كبيرة نعم، نعمل على مراجعتها، نجاحات كبيرة نعم، نقارن بينها ونقول إنه دي فترة سنتين فقط، الثمانية أشياء اللي أنا ذكرتها هذه اتعملت في عهد حكومة الحرية والتغيير. أستاذ جعفر حسن الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، سعدت جدا بهذا اللقاء، سعدت أيضا بحماستك للفكرة التي تؤمن بها وبالكثير من الإيضاحات التي قدمتها، والكتاب الآن أمام جميع المشاهدين ليقرأوا فيه ويحكموا عليه. أنا على المستوى الشخصي أقدرك جدا وأحترمك جدا، وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك إن شاء الله. عيد سعيد على كل السودانيين، ويا رب ربنا يوفقنا. وأنا ما جيت هنا مدافع عن أي جهة، لكن ما أؤمن به سأقوله، وإذا تغيرت قناعاتي سأقول القناعات الجديدة. شكرا جزيلا. شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة، نلتقيكم من جديد في أمان الله.